ايوه هاي الخدمه، الخدمه الخدمه، العمل العمل العمل، عباده اخوتي، العمل والخدمه وقدام. مساء الخير اختي، كيفك دايره؟ بخير، كيراك انت؟ يا ما يجوك مني، انت مغربيه؟ جنسية انا ما يجوك، انا نفسي مغربيه ما يجوكش. اه لا قلت لك نفسك، ما تعال على المخزن، المخزن ما يجوكش، هما في الطريق يقول له ديروا دميت. اه ليتو سيئة. لا تكون سياده حصل دكتور، ما ذاك يحكوا لك قاعد لي صور تاع قرطاج وقتاش تاسست وجو جايين. الله، انت تجري ها حسرة، تشرفوا. نتشرفوا بك. واش راك يا اختي لاباس؟ الحمد لله بخير. واش راك انت؟ والله الحمد لله اختي، الحمد لله. راهم جايينك، وصلوا عندك صاي لحقوا؟ هاوي هنجو. حسرة ما ايه شلون في حياتك؟ ستوب 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 ستوب، صدمة عندها، في صدمة عندها. حياتك ماذا تشتغل؟ ما تشتغلوا راك حتى طلع معلم بي في الجاهلية. ما تشتغلوا، شوفي انا نسكن في ابو ظبي، شنو تخدم؟ سفير دولة البوليزاريو. تشرفوا. الله يسلمك. متزوج انت؟ احنا عندنا في البوليزاريو، تعرفي كيفاش نديروا السفارة؟ احنا شغل بلاد اسمها بوليزاريو. اه بلاد ماشي بلاد، شغل تمنيك، شغل تحريشة. المهم احنا شنو نديروا؟ قيسوا على الله هكا، قيسوا حجرة اللي تطيح فوق هذيك الحجرة هي راك سافير. شغل حما الله ودروش. استغفر الله العظيم يا ربي. لا واضح واضح احنا قيسوا واضح. هكا، غمض عينيك على الله وقيس. اللي طاحت عنده هذيك اللي قريبها لها هي روح وخير بوست، خير بوست، يا ربي واضح خير سفير. حلو بوست عندنا يتقايس. ما تعيش في الجزائر؟ هذا بغيت يجي عندنا زعما البوليساريو يا حسره. أمان بلاد هذه، برافو يكتبوا لي. يا الله وش مخبط بطش انت، ردك نورمال رئيسة الوزراء. شو هذا خلص، شو هذا خلص الفطور. والمستوى الدراسي ايش عملنا فيه؟ مش مهم، ما كان مهم له، ثم رضيت في الترونجي ولا راح يقول لهم انا بوليزاريو كاين يخلص فطوره. ما غازل تعبوا ما يشكروا غازل. فيك. عندي شو اللي يقول لك النيله، تعرفي النيله؟ النيلة المغربية، لا واحد النيله، واحد البوماده يديروها النيلة الزرقاء. ده لا تجي مارون، لازم تولي مارون. هما قاعد الاخر جايين مارون، كولا مارون، لازم تطلع النيله مليح على وشك وروحي زضمي تما بالحفاو. تعليقات عندي كل يشكروا فيك. هذوك ابناء بلدي من البوليساريو كلهم قالوا لي انت حاجة كبيرة في الدولة. اه متزوج انت؟ نص نص، زوجة واحدة ربعة ما فيهاش. احنا في البوليساريو ديريكت ندور ربعة، بس مش احنا خلصوا. سكرتهم الكل، والله خلصوا والو، ما فيش واحدة في الاحتياط محطوطة باش تخرج. كاين بنبطوش لا خاصك، كاين بنبطوش اشترك ليه ما نفهمش فيه. واحد يسموه بنبطوش، راه يدير في تيك توك، كتبي بنبطوش في الريشيرش تاع تيك توك يخرج لك. لا ما نحبش، تلعبي معاه جولات ويدير كلش. ما ليه؟ عنده ما دار، والدعم يجي في الدرون. يا بالحق انت سفير في تشاد؟ سفير في تشاد عم بنضحك ونقصروا. بيان، مرحبا بك. شكرا. اسمع، كتبولي بوه اسمه، وخايف اقول هالكلمه تطلع كلمه خايبه. لا لا باش الحرف الاول كي. ها كي كو كي شا، وزوجة را، ما عرفتهاش بساقي، ما تقوليهاش احسن بالك كاش فيها عفسه. خويا عندنا فما واحد يشكروا فيك وواحد ما يشكروش فيك. هذوك ما يشكروناش، هذوك اعداء النجاح واعداء تقرير المصير. ان شاء الله مش يحكوا في حقيقتك. اعداء الوطن هذوك، خوانا هذوك. اه والله فهمت فهمت. اه ما تمشيش للجزائر؟ شكون انا؟ انت حافظ عطلة، رانا راك عارف السفراء خدمتنا شوية، خدمتكم شوية ممنوعة تدخل الجزائر. عندنا بزاف، احنا عندنا جالية كبيرة تاع بوليزاريو، عندنا جالية عظيمة. كتبوا لي اسم عائلتك الكل، حسيلو نشرفوا نشرفوا بك. امين. الله يسلمك، عندنا عائلة كبيرة كبيرة كبيرة. الله كتبوهم اسم عائلتك الكل، تهنى. هذا قال لك والله ما يدخلها لا حي ولا ميت. يو الحمد لله. والله كتبوها، ما عندي كتبوها. هذا وين بوصبوع حضرت هضره شابه؟
هذا وين هدرت هضره مسقمه وتعقمنا وتاع ناس وعاقلين ونستفهم وتعرف تهضر وتعرف تكمل هيا حرام اسمح قول هذا الهضره صاحبي. وهذه امنيه 99% من الشعب الجزائري. راك عاصم امنيتي وحدي انك تخرج معاش ترجع لها. ها باش معاش ترجع لها شكون هي دير هاكي نكملوها مزارع عندنا. قلت لك احنا شوفي احنا عندنا زوج دول داخل دولة عباكي الحمد لله كي ينعم عليك الله سبحانه عز وجل احنا البلد الوحيد في العالم اللي عندنا من كل وزير زوج. عندنا وزير الداخلية عندنا زوج، عندنا واحد في ألجي وواحد في تندوف. عندنا وزير الدفاع زوج، واحد في ألجي واحد في تندوف. شي دافع ما عرفناش. وزير الصيد البحري عندنا زوج، عندنا واحد في ألجي صح باينة، واحد في تندوف شي صيد ما على بالناش. واش من البحر اللي كاين تما الله أعلم. عندنا زوج سفارات في كل دولة زوج. انتم شعب برش عندكم كثافه سكانيه في اي خدمه يا هذه كانت 15 واحد راهي في تندور ولا داير لهم وصارات قاعد بصح كاين بصح غاشي في تندور اين 15 راهم يسركلو تما دايرين بهم الهول مخلطين معاهم شويه الارمي يستنوا يساعد وزير هذاك باش يخدموا حنين باش يبانوا بزاف مش كشكيل. هو علاش حنا دايرين كاع كازيمات في تندوف باش يخلطوا سيفيل داخل في الروينه مع بعضهم وتع يا حليل يا رب. ايوا الحمد لله ماشي الامور وكاع شي كاين. واللي يبغي يدي منصب في الدوله كبير لازم يهود تندوف في تربص سموه التربص المغلق. ليكيب شتي كيف تبغي تلعب بالون يدوها يديروها تربص مغلق. ثاني لك بغيت تدي منصب شباب مدير تاع مطار مدير تاع عفسه تروح تتربص في تندوف تعلم القواعد تم. يا حليلي يا رب مسكين. وانت يا شديني في حياتك هو كتبوا لي بعد ما طلعتي معاه لايف ردي بالك تفكري تدخلي لتزاير في حياتك. لا 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 دخلي كي تدخلي تنكري يقول لهم بلي ديري هذيك الميلة معنا لازم نتنكر معنا عاملة عاملة لازم لك اول حاجة تبسم خايد وتبصي فوقهم جل الاخرى هذيك الفولاره ومن تهديري مخايد خاطر هما كاع يديروا مخايد وقول لهم انا من البوليزاريو ديري مخايد وهودي تما لتحت. يا حليلي يا ربي مسكين هما كاع طاي 500 شي 56 ولا طاي كاع 500 تبصي مخايد وهودي تما وقول لهم انا من البوليزاريو يستقبلوك احسن استقبال. بروح انت تخلي في حياتك تروحي تما كنت تقول لهم انا من البوليزاريو تنخلعك يجي يستقبلك تبون اون بيرسون يا باش يبصيني هذا يجيبوني من بلادي يا حليلي باش يجيبوني من بلادي تهدى بالله صلي على النبي راني طفله صغيره مازلت نقرا. شحال عندك 24 كي راكي عرعوله واش باكي صغيره 24 مازلت صغيره مازلت نقرا 24 عندنا في البوليزاريو راهم داروا التاويل عندكم البوليزاريو راهم شاريينها بالوزناوات عندهم المصانع وعندهم عندنا وحده هنا جارتي اسمها سلطانه خيا هنا جارتي غير هنا حدايا تسكن هنا في البوليزاريو في الخيمه اللي من هي شحال ما عندناش حومات عندنا خيم الخيمه اللي في الدوره من هي كيف تاع مازال شقيف وتفرجت على شقيف و قبيله العرندس وقبيله الاخر قبيله اللي من هي في الدوره كاين واحد اسمها سلطانه خيا دارت لافين تعويده دارتها في لاج تاع 20 مناضله مازال منو حد واش راهي تنظر الله اعلم يا حليلي يا رب النظر سمعنا به كما قال لكم مغاربه واخا ما عرفناش واش هو النظر. ها زيدي ليه قالوا لي انت باش تباصيني لا كان باصي له مش واش يجبدوني من بلادي مازلت صغيره. شوفي اذا ما تعديتيش على الأسس والدستور تاع البوليزاريو عندنا دستور ولا تحسب ولا تحسب ما عندناش دستور عندنا دستور كاين الناس وكاع مقابلو بين الجناس اللي ما تعديش على الدستور تدخلي معززة مكرمة كنت عديت عليه انت تو معايا في الله وإذا عفستي على المبادئ والأسس ما فرز الدار الوطني يضحك ها هو جدرمي هم يضحكوا هم عارفين الريط هذا جدرمي بيضا في تندوف راه كاره تبول حلو هاي شوفهم كل يوم